اشرف حكيمي نجمنا المغربي يا جماعه، اشرف حكيمي هو افضل باك يمين في العالم. عاوز توافق توافق، عاوز ترفض ترفض، لكن دي الحقيقه. اشرف حكيمي هو افضل باك يمين في العالم بلا اي منافس. هنعرف النهارده في من خلال تفاصيل الحلقه القويه جدا 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 امرين مهمين جدا. اول امر تصريح اشرف حكيمي الناري النهارده ورد بيريز رئيس ريال مدريد عليه، وتاني امر هنتعرف عليه النهارده موقف ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان من رحيل اشرف حكيمي هذا الصيف. حكيمي قال النهارده انه منذ اليوم الاول الذي خرج فيه من ريال مدريد وهو يطمح ويأمل ويتمنى العودة مرة أخرى إلى الفريق. التصريح ده تصريح ناري جدا، هز وسائل الإعلام الأسبانية والفرنسية. بيريز رئيس ريال مدريد خرج النهاردة في صحيفة ماركا ورد على التصريح اللي أدلى بيه أشرف حكيمي، وقال إن أشرف حكيمي لاعب عظيم جدا، يجب أن نقاتل من أجل استعادته هذا الصيف. نحن في محاولات مستمرة مع إدارة باريس سان جيرمان، ولكن الإدارة ترفض رحيل النجم المغربي عن الفريق الفرنسي، ولكننا سنقاتل وسنحاول من أجل عودة أشرف حكيمي هذا الصيف. ده بالنسبة لأمر أشرف حكيمي وتصريحه وتصريح بيريز رئيس ريال مدريد. نروح للنقطة الثانية، النقطة المهمة جدا، ان ناصر الخليفي كان الاول رفض رفض قاطع رحيل اشرف حكيمي، لكن صحيفة ليكيب الفرنسية قالت ان ضغط حكيمي على ادارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي خلى ناصر الخليفي يعني زي ما نقول كده يهدي الامور شوية ويبدأ يستقبل فكرة رحيل اشرف حكيمي ويتقبل الفكرة بشكل كبير جدا. لكن ناصر الخليفي مش هيسمح برحيل اشرف حكيمي بمبلغ اقل من 100 مليون يورو، ده حسب وسائل الإعلام الفرنسية.